وأنزل الكتب وقفى على آثار المرسلين وختمهم بسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بالحنيفية السمحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنزل الله إليه هذا الكتاب المبين والذكر الحكيم، هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أتم الله به الدين إلى أهل الأرض وختمه، وأنزل في ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الذي أرسل به، أتم بيان كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. ونقل ذلك عنه أصحابه الثقات المعدلون الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وزكاهم وعدلهم، وأوصلوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان من جماهير علماء هذه الأمة الصالحين. وما زالت هذه الأمة تتناقل ذلك خلفا عن سلف حتى وصل إلينا، فهذا الدين بين أيدينا كما أنزل، وهذا القرآن هذا القرآن كما أنزل، وهذا الدين كما شرع، وهذه السنة كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك هو الحق الذي لا يرتاب فيه إلا مفتون، ولا ينحرف عنه إلا من أضله الله سبحانه وتعالى.